مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الخاص من مدينة بولونيا الإيطالية، عدد خاص من برنامج رأس المال والطبعة 47 من معرض إيما 2024، معرض ضخم هو الأكبر عبر العالم في مجال المعدات الفلاحية والتكنولوجيا الحديثة. كل الدول اليوم تسلط الضوء على الفلاحة وعلى الصناعة الفلاحية، هناك مصطلح اقتصادي جديد هو الصناعة الفلاحية، ولهذا اليوم نحن سنتحدث عن السياسة العامة لبعض الدول لتحقيق الأمن الغذائي وكذلك الوصول وبلوغ السيادة الغذائية حسب التقارير الجديدة التي نشرها العالم. هناك أرقام جديدة تخص بعض الدول، دول العالم الثالث، هناك من حقق قفزة نوعية في مجال الصناعة الفلاحية، وهناك من هو من يأمل ويطمح لتحقيق هذا. إذن مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش رفقة الضيوف الكرام، سنتابع هذا أو هذه الصفحة الصغيرة لمتابعة أهم الإحصائيات الجديدة التي قدمها المعرض خلال افتتاحه وخلال ندوة صحفية التي عقدت مسبقا قبل انطلاق مجريات هذا المعرض. تابعوا معنا مشاهدينا هذه الصفحة ثم نعود لاستقبال أول ضيفة، وهي السيدة أنا ماريا ماسكيو، وهي رئيسة الفيدر أونا كوما. بعد قليل سنتحدث عن كل هذا، ابقوا معنا. بحسب الإحصائيات التي قدمتها فيدر أونا كوما الإيطالية، المنظمة الوطنية للمقاولين في مجال صناعة الماكينات، والتي عرضتها في الندوة الصحفية التي عقدت قبل انطلاق معرض إيما 2024 بمدينة بولونيا الإيطالية، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى في الشركات المصغرة المصنعة في المجال بنسبة 6.7%. ثم الصين بنسبة 4.9%، الولايات المتحدة الأمريكية ب 2.6%، ثم أوروبا ب 0.7%. التوقعات لسنة 2025 أيضا تتنبأ بأن هنالك بعض المواد التي بإمكانها أن ينخفض إنتاجها وأخرى سترتفع. فمثلا أوروبا سينخفض المنتوج الكحولي بنسبة 7%، أما الخوخ بنسبة 10%، البذور الزيتية تنخفض هي الأخرى ب 8%، أما زيت الزيتون فسيرتفع ب 31%، والتفاح سينخفض ب 10%. هناك أيضا توقعات قصيرة المدى تضع الصين في المرتبة الأولى من حيث تغطيتها للسوق، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، فرنسا، بريطانيا العظمى والأرجنتين. تقول أيضا الإحصائيات والأرقام التي قدمتها المنظمة بأنه قد بيع خلال سنة 2024 2 مليون جرار. الصناعة الإيطالية في المجال تقدر قيمتها السوقية ب 13.2 مليار أورو، مع انخفاض بنسبة 19.59%. السوق العالمية سجلت من جانفي إلى غاية أكتوبر 2024 التالي، الجرارات مبيعاتها انخفضت ب 14.6%، الجامعات بين الحصاد 31.95%، الجرارات المسطحة انخفضت هي الأخرى ب 18.2%، معالجات التلسكوب انخفضت ب 14.9%، والمقطورات انخفضت ب 2.4%. تراجعت صادرات دولة إيطاليا عالميا، واليوم نرى أن أمريكا تحتل المرتبة الأولى، أما فرنسا فتحتل المرتبة الثانية. ألمانيا، تركيا، إسبانيا، بولونيا والمملكة المتحدة، النمسا، بلجيكا والشيلي، كل منها في مرتبته على التوالي، مع توقعات بأن الصناعة الإيطالية لا زالت في خطر. السوق العالمي والطلب المحتمل. الإنتاج الفلاحي العالمي يتجه نحو جنوب وجنوب شرق آسيا وجنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.
هذا ما يدفع بالصناعة الفلاحية لمواجهة تحديات كبيرة للبحث عن أراضٍ جديدة خصبة وواسعة ومجابهة خطر المناخ وتغيراته. كل هذا دفع بإنشاء أسواق جديدة هي الأسواق الناشئة، وقد تعطي متنفساً للعالم. فتوقعات الأربع سنوات القادمة إلى غاية 2027 تضع البرازيل وأستراليا، إندونيسيا، فيتنام، الفلبين وتايلاند في الصدارة. بالنسبة للقارة الإفريقية والتي يعول عليها كثيراً لمستقبل البشرية ومستقبل الأمن الغذائي والصناعة الفلاحية، فقد يتوقع بتحقيق نسبة 50% بالنسبة لنمو في الكثافة السكانية مطلع سنة 2050. وتتصدر هذه الدول التالية هذه النسبة: نيجيريا، إثيوبيا والكونغو. بالنسبة لتجزئة السوق وأشكال التعاون، المرحلة المقبلة تحتم على كل دول العالم التوجه نحو صناعة حقيقية في مجال الفلاحة، فيجب خلق شراكات قوية وفعالة بين الدول المجاورة لكسب الخبرة والتكنولوجيا، وهذا لتحقيق الأمن الغذائي للبشرية وبسط السيادة الغذائية. إذن مشاهدينا الكرام، عدنا مجددا وسنتابع وسنبدأ النقاش من مدينة بولونيا الجميلة. كما تابعتم أيضا في البداية كانت أجواء المعرض الحافلة، إقبال هام جدا من طرف الناس، من طرف المواطنين، من طرف المتعاملين الاقتصاديين. أذكر فقط مشاهدينا وأشكر أيضا ليتشي الجزائر التي تكفلت بالدعوة، وكذلك أيضا تكفلت بكل التنظيم الخاص بالجزائر هنا بإيطاليا، وأيضا تكفلت بالمحادثات الثنائية التي يجريها المتعامل الاقتصادي الجزائري مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين الإيطاليين لخلق جسور التعاون ما بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وأسعد كثيرا بداية باستضافة رئيسة فيدر أوناكوما سينيورا أنا ماريا ماريا تيريزا ماريا تيريزا ماريا تيريزا ماسكيو سكوزي. Allora io dico che sono molto felice di essere qui. L'anno scorso ero ad Agrilevante 2023, però adesso sono a Bologna alla fiera della EMA 2024. Ma prima di tutto vorrei sapere, ci sono delle nuove tecnologie che guardano questa fiera. EMA 2024 ha dedicato anche delle convegni per l'Africa. Io vorrei parlare di questa nuova edizione. Sì. EIMA ha dato molto spazio in questa fiera all'Africa, perché come sappiamo il nostro governo ha sostanzialmente varato un piano che si chiama Piano Mattei, che prevede una cooperazione tra l'Italia e i paesi africani importante. La meccanizzazione in questo è sicuramente in prima linea. Noi siamo il primo anello di quella che è la filiera agroindustriale, quindi è importante in questo contesto dare spazio appunto ai paesi africani e appunto portare avanti insieme con il governo il piano Mattei. Allora, signora, il mercato dell'agricoltura è molto interessante per tutta l'umanità, perché noi dobbiamo realizzare la sicurezza alimentare. E questo è un punto molto interessante e ben preciso da parte di tutti i governi. Per l'Italia ha un progetto ben preciso anche per questo, la contribuzione della EMA per tutto questo. Direi che EMA è sostanzialmente una
cioè, rappresenta tutto quello che è l'agricoltura in questo momento in Italia e in Europa. L'Europa ha investito moltissimo con la politica comunitaria europea in agricoltura. Dopo quello che è stato il Covid, ma anche da dopo le crisi in Ucraina e Russia, si è capito che l'agricoltura è uno dei temi strategici per qualsiasi governo, quindi non solo quello europeo e italiano, ma anche nel mondo. Poi dobbiamo pensare che nel 2050 la popolazione si porterà a 10 miliardi, oggi siamo 8 miliardi e quindi dobbiamo incrementare quelle che sono le terre coltivabili, oggi ne abbiamo 1 miliardo e 6 e dobbiamo trovarne altri 500 milioni di ettari, quindi il lavoro è tanto, la meccanizzazione in questo è fondamentale, sappiamo che, e lo abbiamo visto in Europa, ma l'abbiamo visto anche in altri paesi non europei, che aumentando la meccanizzazione si produce di più. E poi non è solo una questione di si produce di più, ma si può produrre con più qualità e con più sostenibilità. Alla fine, signora, per esempio l'Italia cosa cerca nel mercato algerino? Noi siamo vicini, c'è un nuovo investimento tra l'Algeria e l'Italia. Ho parlato ieri con il ministro Lollobrigida e ha anche parlato di questo grande progetto, ma l'Italia cosa cerca esattamente in Algeria nel campo dell'agricoltura? Per quanto riguarda la meccanizzazione, che è il settore sul quale noi siamo sostanzialmente, è il nostro settore. Cosa cerchiamo? Sicuramente cerchiamo di trasferire quella che è la tecnologia che noi abbiamo oggi nel mercato algerino, perché secondo noi il mercato algerino è un mercato dove non è così difficile da affrontare, per esperienza personale come imprenditrice ci sono dei bellissimi importatori, quindi questo facilita sicuramente l'esportazione verso l'Algeria. Ovviamente il fatto che il nostro governo in questo ci supporti, direi che insomma i giochi sono fatti, nel senso che è solo questione di mettersi a lavorare. Grazie a lei, signora Maschio. Grazie. Buona fiera. Grazie a lei, buon lavoro. Grazie. إذن مشاهدينا الكرام نبقى دائما ونتابع مجريات هذا المعرض. بعد هذا الفاصل سنعود لاستقبال ضيف آخر وسنتحدث دائما عن مجريات هذا المعرض وعن ما يقدمه من تكنولوجيا حديثة وما يعرضه من فرص لخلق شركات واعدة وكذلك شركات من نوع رابح. ابقوا معنا. نعم، الجزائر بالنسبة لنا مهمة جدا. السوق الجزائرية سوق مهمة جدا، يمكنها أن تكون مثالا حيا عن الشراكة الاستراتيجية. لدينا مشروع بونيفيكي في أريتسي، وهو مشروع كبير يجمع إيطاليا بالجزائر، لكن لا يجب أن نقف عند هذا فحسب، علينا أيضا أن نعمل على نمو ونضوج هذه العلاقات أكثر. يجب على شركاتنا في المجال أيضا أن تعمل على خلق شراكات تخدم المصلحتين من خلال نقل التكنولوجيا والتكوين المناسب لتكون علاقات تحقق الاستدامة ومبدأ رابح. إذن مشاهدينا الكرام أعود وإياكم وأرحب بكم من جديد لمتابعة هذا العدد الخاص من رأس المال على قناة الوطنية، والذي يأتيكم من فعاليات الطبعة 46 من معرض أيما 2024 من مدينة بولونيا الإيطالية. هناك عديد الجنسيات والبلدان حاضرة هنا في المعرض، وأرحب من دولة مصر الشقيقة بالمهندس في الري سيد إيهاب مرسي مدير شركة فيوتشر هاندز. أهلا بك. أهلا بحضرتك. بداية شكرا على قبول الدعوة للمشاركة في البرنامج. سيد إيهاب أو مهندس إيهاب مثل ما نقوله بالمصري باش مهندس إيهاب مرسي، بداية احنا اليوم نتكلم عن سوق
مهم جدا لتحقيق الأمن الغذائي هو سوق الفلاحة، الصناعة الفلاحية. أين أفريقيا اليوم من الصناعة الفلاحية؟ والله هي أفريقيا كانت متأخرة، لكن على فكرة أوكي أفريقيا عيد الجواب. هي أفريقيا سابقا كانت متأخرة، لكن حاليا هي عندها كل الإمكانيات أنها تبدأ أو تعلى. يعني على سبيل المثال، أكبر مساحات للأرض الزراعية موجودة في أفريقيا، أكبر مصادر للمياه طبيعية موجودة في أفريقيا، سواء أنهار أو بحيرات عذبة أو أبار. والمياه هي أساس الزراعة. نعم، لأنه الأمن الغذائي عنده علاقة مباشرة بالأمن المائي. طبعاً. نعم. وهو يعني ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالماء هو مصدر الأساسي لأي شيء حي، ومنها طبعاً الزراعة. فالزراعة بتعتمد على تربة، جو، مياه. زائد طبعا الكفاءة البشرية من مهندسين وفنيين وعمال، زائد توفر الإمكانيات من بذور أو شتلات أو كيماويات أو مبيدات للارتفاع بالإنتاج للفدان أو للهكتار. نعم. فأفريقيا مؤهلة إنها تكون، أو هي طول عمرها مؤهلة إنها تكون سلة الغذاء للعالم كله. نعم. طيب، هي إفريقيا تحظى بإمكانيات هائلة في المجال الفلاحي، وليس فقط الفلاحي، يعني في كل المجالات، لكن ينقصها التكنولوجيا، وهذا ما تبحث عنه الدول الإفريقية في مثل هكذا مناسبات ومعارض لخلق جسور التواصل مع الدول الأوروبية اللي تكون خاصة اللي تكون أقرب جغرافيا إلينا. اليوم نحن في إيطاليا، كيف يعني لاحظتم هذا التطور؟ هناك معدات معروضة متطورة جدا، هناك معدات تشتغل بالذكاء الاصطناعي، كيف لاحظتم كل هذا؟ هل يمكن أن تنقل هكذا التكنولوجيا إلى إفريقيا مثلا الجزائر ومصر؟ بالتأكيد طبعا المعرض اللي احنا فيه دلوقتي مش بس منتجات إيطالية، هو المنتج فيه طبعا معدات، ومش بس يعني معدات ميكانة زراعية، معدات ري، بذور، كل ما يناسب الزراعة من جميع مراحلها. لأن الزراعة بتبدأ يعني تجهيز التربة، وبعد كده الزراعة، وبعد كده رعاية النبات سواء شجر أو خضروات أو ما إلى ذلك، وفي الآخر الحصاد وما بعد الحصاد من تعبئة أو تغليف أو ما إلى ذلك. فإحنا في معرض انترناشنال، المعرض ده موجود في إيطاليا طبعا بحجم كبير جدا، منتجات الإيطالية، وفي من جميع دول العالم سواء أوروبا أو آسيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا طبعا، وحتى في كندا أيضا. بالضبط. فالمعرض هنا فرصة كبيرة جدا، لأن كل واحد يبحث عن مبتغاه. يعني أنا متخصص شبكات الري، فباجي أبحث عن أعلى تكنولوجيا من شبكات الري. في ناس تانية متخصصة في الميكانة الزراعية، فبيبحث عن أفضل جرارات وأفضل آلات وأفضل يعني أجهزة معاملة ما بعد الحصاد. نعم. فكل واحد حسب مبتغاه هيجد إن شاء الله في هذا المعرض مبتغاه من الغرض من زيارته. نعم. كل واحد ليه غرض من زيارته. الزيارة دي سواء زي ما قلت لحضرتك مهتمين بالري، مهتمين بالميكانة الزراعية، مهتمين بما بعد الحصاد، مهتمين بالتصنيع الزراعي من زيوت أو مجففات أو مواد يعني فواكه مجففة أو ما إلى ذلك. فكل حد موجود في المعرض بيبحث عن مبتغاه إن شاء الله هيلاقيه. نعم. وبأعلى تكنولوجيا طبعا. يعني احنا هنا بنتكلم في مش بس أجهزة أو معدات متقدمة، لا، ده احنا بندور على أعلى فئة وصل لها هذا العلم.
نعم. طيب الاحتكاك أيضا مع مختلف الجنسيات خاصة بالنسبة للدول الأفريقية حاضر بقوة في هذا المعرض، أيضا ممكن أنه يخلق جسور تواصل وتعاون ما بين هذه الدول الأفريقية، لأن الدول الأفريقية من يعني تستطيع أن تتبادل الخبرات أيضا، هي أيضا فيما بينها، أنه في مثلا دول شمال إفريقيا متخصصة في بعض المجالات ممكن هي دخلتها بعض التكنولوجيات اللي غير متوفرة في الدول إفريقيا الوسطى. كلام حضرتك مظبوط جدا، أن الدول الأفريقية ما بينها ومن بعضها لابد من وجود جسور للتعاون، سهولة في الانتقالات، سهولة في التعامل، سهولة في تبادل الخبرات، سهولة في تبادل الإكويبمنتس المواد نفسها. يعني في دولة مثلا تتميز بمنتج معين، احنا داخل افريقيا اقرب لبعض، يعني مثلا في حد عنده المواسير او البايبس، ليه اجيبها من اوروبا او اجيبها من اليابان او اجيبها من كوريا، اخدها من دولة افريقية ونتبادل. في حد في دول عندها الانتاج الحيواني عالي جدا واسعاره قليلة جدا، طيب دول تانية بتحتاج ده فتاخد الانتاج الحيواني بدل ما نجيبه بالبرازيل ونجيبه من الهند هناخده من دول أفريقية. وكذلك المحاصيل، في دول بيتواجد فيها المحاصيل سهل جدا زراعتها وانتاجها عالي جدا، فالدول اللي محتاجها تاخد. وعلى العكس في دول محتاجة قوة بشرية أو خبرات في المجال موجودة، في دول بتتوفر فيها المهندسين والمهندسين الزراعيين والفنيين والعمال بشكل ممتاز جدا، فممكن ده يتم تبادله. وهو لو قلت لحضرتك مثلا في جزئية في الدول العربية تم تبادل ده، عمالة من أو مهندسين من مصر من الجزائر بتشتغل في أماكن تانية زي السعودية زي قطر وهكذا. نعم. فإحنا كدول أفريقية مطلوب أن يبقى فيه سهولة في التبادل، سهولة في الحركة، عمل اتفاقيات تبادل ما بين الدول وبعضها، سواء تبادل مواد أو مواد خام أو خبرات أو مواد مصنعة. طيب كيف هو حال سوق الصناعة الفلاحية في مصر؟ والله مصر هي طول عمرها بلد الزراعة أساس فيها. أكيد. يعني من وقت الفراعنة مصر هبة النيل. نعم. وقامت على ضفاف النيل من أسوان والنوبة إلى رشيد وإدكو وإسكندرية ودمياط، حضارة واعتمدت في الأساس على الزراعة. نيجي حاليا الحمد لله مصر فيها شركات كبيرة جدا، زائد أن الدولة بتنشط وبتشجع الزراعة بشكل مدعوم من كل جهات الدولة، بداية من الرئاسة للوزارات. عندنا مشاريع كبيرة جديدة، يعني من بضع سنين اتعمل مشروع اسمه الريف المصري 1.5 مليون فدان، حاليا في مشروع اسمه جنة مصر ده حوالي 62,000 فدان، في مشروع مستقبل مصر حوالي 1,050,000 فدان، بالإضافة لاجتهاد الشركات الزراعية الخاصة في عمل مشاريع زراعية. نعم. المناطق القديمة قائمة على الري من النيل وقنواته، طبعا مش يعني النيل ليه فروع كتير جدا، من أكبر شبكة فروع أنهار في العالم في مصر. فقائمة الزراعة القديمة على النيل وفروعه، وحتى المناطق في بعض المناطق الجديدة زي النوبارية والمناطق دي بتعتمد على مية النيل. بدأ الموضوع منطقة الواحات مثلا بتعتمد على المياه الجوفية، برضو الواحات سيوة الفرافرة جميع الواحات المصرية، منطقة شرق العوينات آلاف آلاف الأفدنة. فالحمد لله يعني، زائد ان في بيتعمل دلوقتي في مصر نهر صناعي في المنطقة الغربية، برضو هيكون عليه مئات الآلاف من الأفدنة. نعم. فطبعا دي المساحة المتواجدة دي بتحتاج لكل مدخلات الإنتاج عشان نطلع إنتاج زراعي، زي ما قلنا المعدات، الآلات الزراعية، شبكات الري الحديثة، طبعا
تكنولوجيا الري المتقدم، اني انا ادي ري مظبوط بكميات اقل ما يمكن، الأسمدة تتوزع بشكل اقل ما يمكن باكبر كفاءة، وده المهم. زائد الاصناف الزراعات الجيدة، لان طبعا مع الابحاث اكتشفوا ان في بعض الاصناف من نفس المحصول، وليكن مثلا البرتقال، في اصناف سهل تتاثر بالامراض واصناف تانية مقاومة للامراض. فحاليا بيتوسعوا في الاصناف المقاومة للامراض، توسعوا في الاصناف ذات الانتاجية العالية، الاصناف اللي بتتحمل الملوحة، الاصناف اللي بتتحمل قلة المياه. دي تكنولوجيا ممتازة، زائد طبعا استخدام زراعة الأنسجة في اختيار أفضل أنواع الزراعة وأقوى الأصناف لزراعتها. دي طبعا موجودة في النخيل وموجودة في الموز وموجودة في أصناف كتير جدا، والفراولة وما إلى ذلك. فمصر في الموضوع الزراعي دخل هو أولوية كبيرة جدا في الدولة لزيادة المحاصيل وإنتاجياتها وإنتاج الفدان نفسه أو المساحة نفسها. يعني في ودي زيادة، في زيادة الرقعة الزراعية اللي اتكلمنا عليها بالمساحات الكبيرة، زائد العمل على زيادة إنتاجية الفدان الواحد. نعم، شكرا لك. إيهاب مرسي مدير شركة فيوتشر هاندز. ممكن في الختام فقط كلمة بخصوص حضوركم ومشاركتكم أيضا في معرض إما 2024. هو معرض إما طبعا معروف أنه بيقام كل سنتين، نعم، سنوات الزوجية يعني اثنين، وأنا كنت تشرفت بالحضور أكثر من مرة، والدورة الماضية في 2022 كنت متواجد. يعني أنا ده أهم معرض في مجالي أنا بحضره، لسهولة التواصل مع جميع المنتجين بأعلى جودة في الوقت الحالي، لأن أنا يهمني طبعا الشركات الإيطالية بلس، زائد أن شركات من أسبانيا، شركات من هولندا، شركات جميع الشركات حاليا. سهل جدا أن أنا أقابل مجموعة كبيرة من الشركات في وقت قصير جدا. وده طبعا اختصار للوقت واختصار للمجهود وبيعود بأعلى فايدة عليا. نعم، شكرا لك. أستاذ إيهاب مرسي. إذن مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة الوطنية تيفي، جولتنا في معرض إيما 2024 دائما متواصلة، سألقاكم في يوم آخر، لأنه كل يوم ستكون معنا لقاءات. أذكر أنه هذا المعرض يستمر أو انطلقت فعاليته في 6 نوفمبر ويستمر إلى غاية 10 نوفمبر الجاري، لينقل لكم جديد الصناعة الفلاحية عبر العالم. ابقوا معنا دائما على قناة الوطنية. إذن مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد في هذا العدد الخاص من برنامج رأس المال على قناة الوطنية تيفي، وهذا العدد الذي يأتيكم على هامش فعاليات هذه طبعا من معرض إيما 2024 من مدينة بولونيا الإيطالية، معرض خاص بالمعدات الفلاحية وكذلك التكنولوجيا الحديثة، وهذا ما يهم السوق الجزائري حاليا في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي وكذلك بسط السيادة الغذائية والأمن الغذائي. إذن تتكافل كل الجهود، جهود الجزائريين مع مختلف الشركات الأجنبية، خاصة مع الشريك الإيطالي الذي تعول الجزائر عليها اليوم لنقل تكنولوجيا وكذلك القيام بمختلف الاستثمارات الضخمة في الجزائر. هناك عديد الاستثمارات التي ستشهد البداية وهناك ما شهدت بدايتها، لكن اليوم في القطاع الفلاحي كل العالم يسلط الضوء على هذه الحرب الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي رغم الظروف والظروف الصعبة التي يعيشها العالم، ظروف التغيرات المناخية وكذلك الظروف التي دفعت كل الدول للتفكير في تحقيق
تحقيق الأمن الغذائي. إذن الأمن الغذائي لن يكون إلا بتحقيق صناعة فلاحية حقيقية، والصناعة الفلاحية تحتاج إلى معدات فلاحية متطورة تواكب التكنولوجيا الحديثة المتواجدة عبر العالم، خاصة الذكاء الاصطناعي. إذن مشاهدينا، للحديث عن موضوع الصناعة الفلاحية وصناعة المعدات، أسعد كثيرا باستضافة ضيفي وهو السيد محمد عليان، مدير تجاري بشركة ماج. أهلا بك سيدي. أهلا بك سيدتي، نشكرك على الدعوة. شكرا لك أيضا على تلبية دعوتنا. إذا أنتم تشاركون في هذا المعرض لإجراء محادثات من نوع B2B، مبادرة تقوم بها وكالة ليتشي إيطاليان تريد أجنسي. أنتم اليوم حاضرون في هذا المعرض، نتحدث أولا عن تجربة المشاركة في هكذا معرض، وأيضا عن المحادثات التي جمعتكم مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين الإيطاليين. نعم، كمعرض يعني إحنا هذه مش أول خطرة، يعني أول مرة نجول المعرض هذا، يعني عندنا سنوات وسنوات إحنا نجول المعرض هذا. الهدف من زيارة المعرض هذا هي يعني نشوفوا يعني آخر تكنولوجيات على العتاد الفلاحي. نعم. بما أنه إحنا شركة صناعية يعني منذ نشأتها. نعم، إذا فهمت جيدا هي شركة جزائرية 100% تنشط في المجال منذ ثمانينات القرن الماضي. نعم. إذا شركة متواجدة في السوق الجزائري. نعم. نتحدث عن هذا السوق، ماذا توفر هذه الشركة للسوق الجزائري؟ كيف هو حال السوق الجزائري في مجال المعدات الفلاحية؟ نعم، الشركة تعني أنشئت سنة 1985. هدف الإنشاء الشركة هذه هو صناعة العتاد الفلاحي. يعني إذا كنت تشوف بلي يعني المدة كبيرة نوعا ما في المجال، يعني إحنا فيما يخص العتاد الفلاحي، يعني إحنا أنشئت الشركة يعني توفير آلات فلاحية للفلاح بمختلف أصنافها. نعم، طيب بالحديث عن الفلاح، هل الفلاح الجزائري اليوم يبحث عن تكنولوجيا، عن معدات حديثة؟ اليوم لم نعد نتحدث عن الفلاحة كمجرد فلاح، نحن نتحدث عن صناعة فلاحية، نتحدث عن مساحات واسعة، عن صحراء الجزائر التي يمكن نقول أنه صحراء تسخر بكل الثروات. نعم، شوفي القطاع الفلاحي يعني تطور، والكثافة السكانية تطورت، والمساحات الفلاحية يعني ولات شاسعة، خاصة احنا لما نتهضروا على المساحات على الجزائر يعني مساحة شاسعة وشاسعة جدا. لهذا يعني باش يعني تحقق اكتفاء ذاتي يعني لازم تكون يعني يجب مكنة القطاع الفلاحي. نعم. لذلك يعني الفلاح يعني باش تكون مردودية وتكون يعني الكمية يعني مبوفرة بكمية كبيرة، يعني القطع يعني لامندير الآن ما أصبحتش متوفرة، خاصة في مجال القطاع الفلاحي. لذلك يعني الهدف تاعنا هو توفير كل أصناف الآلات الفلاحية الممكنة لنوفرها للفلاح، يعني باش هو يكون يقدر تكون مردودية تاعو يعني جيدة. طيب حسب المحادثات التي قمتم بها وتقومون بها دائما مع شركاء أجانب، مثلا أنتم اليوم حاضرين هنا في معرض إيطالي، ماذا تبحثون بالتحديد في السوق الإيطالي؟ ماذا يقدم كإضافة مثلا السوق الإيطالي يعني السوق الجزائري؟ شوف، هو السوق الإيطالي يعني سوق يعني كما نقولوا سوق واسع، وعندهم خبرة كبيرة في المكننة، وخاصة في المكننة العتاد الفلاحي، يعني عندهم خبرة. احنا الهدف تاعنا يعني هنا من هذا المعرض هو يعني كسب الخبرة من الآلات الموجودة. يعني احنا الهدف تاعنا هو تطوير العتاد، يعني احنا في الماضي القريب يعني كنا نستورد الآلات، كنا نصنعوا، والآلات اللي ما نصنعوهاش يعني نستوردوها. ويعني بعد يعني تاع بعد البروغرام تاع البريزيدون هو يعني تطوير القطاع الفلاحي، احنا سينا نواكبوا اولا التطورات في العتاد، ونحاولوا يعني نوفروا الات اللي يعني تواكب العصر الحالي في المجال الفلاحي. لذلك قمنا بتطوير الات كثيره اللي في الماضي اللي كنا نستوردوها. نعم،
طيب بالنسبة للتصنيع يحتاج إلى مواد أولية، هل هناك تسهيلات لاستيراد المواد الأولية، وهل هناك إمكانية أيضا لأن تكون هذه المادة الأولية متواجدة في الجزائر؟ نعم، شوف، هي المواد الأولية للأسف الشديد مش موجودة في الجزائر، خاصة قطع الغيار. إحنا المؤسسة تاعنا تقوم بصناعة بعض قطع الغيار، لكن قطع الغيار الآخر يعني مش موجود. إحنا ماذا بينا يعني كان يكون موجود يعني اليوم نستوردوها، يعني بعض مؤسسات المناورة يعني نشروع عليهم. نعم. لكن للأسف في الضمان تاعنا تاع الأجريكولتور في العتاد الفلاحي ماهوش موجود. لذلك نقوم باستوردها من إيطاليا، خاصة إيطاليا. لماذا؟ لأن إيطاليا يعني عندها الجودة في قطع الغيار وهم عندهم خبرة. لذلك حنايا تقدر تقولي من التسعينات أو من الثمانينات وحنا يعني نتعاملوا مع الشركات الإيطالية. لذلك يعني حنا نباز بوكو بوس على لي سوسيتي إيطاليان. نعم. طيب أنت سيدي تحدثتم عن الشركات الإيطالية، هناك العديد من أيضا الشركات المهمة جدا التي هي اليوم متواجدة في الجزائر. الحمد لله هناك اليوم قانون جديد خاص بالاستثمار، وهو ما يسهل هكذا عمليات، رغم أنه ملف الاستثمار خاصة ملف الاستثمار الفلاحي ملف حساس جدا، نظرا لأنه فيها الكثير من الأبعاد السياسية التي تتدخل في هذا. لكن سيدي اليوم الجزائر كدولة شاسعة، دولة بحجم قارة، هي اليوم بوابة إفريقيا. نعم. أكيد أنه المصنع الجزائري يطمح لتحقيق هدف التصدير، لأنه لما تصنع تحقق اكتفاء ذاتي من بعدها تصدر. هل شركة ماغ قامت بالتصدير أو تنوي القيام بتصدير منتوجاتها خاصة إلى إفريقيا؟ ينلو الشركة ماغ، يعني هي احنا عندنا مؤسستان. نعم. ماغ وماتاغري. نعم. ماغ هي مؤسسة مختصة في كل ما يتعلق بالعتاد الفلاحي، ويعني تاع التربة والأشجار، الأشجار المثمرة إلى ذلك. وماتاغري يعني هي مؤسسة مختصة في عتاد الرش، توسكي بيفريزاتور اتوميزور اكسيتا. دونك حنا عندنا مؤسستان، وهما مؤسستان صناعية في المنشأ. نقولوا السوق الإفريقية أو التصدير، يعني إحنا الهدف الأول تاعنا هو يعني تحقيق اكتفاء ذاتي على المستوى الوطني، يعني نحاول نوفر للفلاح كل ما يتعلق بالمكنة العتاد وتطويره. من بعد يعني عندنا يعني تفكير أن نحاول لما لا نصدره إلى دول الجوار أو الدول الإفريقية. طيب ما هي العراقيل التي قد تصادف المصنع الجزائري في هذه الشعبة؟ والله هي بلك بعض البيروقراطيات. احنا احنا مادام ما صدرناش يعني مازال ما نعرفوش واش كاين مشاكل في التصدير. يعني احنا الهدف تاعنا الاول يعني هو تحقيق اكتفاء ذاتي من حيث لا ديسبونيبيتي لي ماشين في الجزائر. وبعديك احنا عندنا تفكير باش نصدروا. احنا نحاول اولا نحسنوا قدر المستطاع الاله، لانك الاله باش تصدريها لازم تكون مطابقه للسوق الاوروبيه والسوق الافريقيه، ومن بعد يعني نشوفوا المشاكل تاع التصدير. طيب اليوم هناك جانب اخر بالنسبه للتصنيع مهم جدا ايضا لاحداث اي او احداث القيمه المضافه والفارق. نعم. ايضا هي التكوين. نعم. الخبرات يجب ان تكون مكونه احسن تكوين. دكو. هناك خبرات تتكون في الجامعات الجزائريه، لكن اليوم انتم كشركه مصنعه هل تعتمدون على تكوين. نعم. خاص مثلا لاطاراتكم؟ نعم. شوفي احنا يعني الجزائر يعني الله يبارك فيها مواهب وفيها ناس يعني قرات في الجامعات، ولكن للاسف الشديد ما عندناش يعني مهندسين متكونين في صناعه العتاد الفلاحي، لانه متكونين يعني كما نقولوا الصناعه الميكانيكيه بصفه عامه، بصناعه العتاد الفلاحي يعني ما عندهمش خبره. لذلك المؤسسه تاعنا يعني تقوم ب يعني كما نقولوا الامبوش لي زانجينيور، وحنا نحاولوا نعلموهم يعني نفهموهم واش هي الاله الفلاحيه، لو رول تاعها كثيرا، وهما يعني كخبره وكقراو في الجامعه الخبره تاعهم يعني سيو كيفاش عندنا في الشركه على مستوى الشركه يعني. وكنا يعني انبوشينا بزاف مهندسين وتكونوا عندنا ولات عندهم خبره في صناعه العتاد. نعم.
شكرا لك سيد محمد عليان. في الختام فقط بالنسبة للمنافسة في السوق الجزائري في هذا المجال، أيضا هناك نقطة التوزيع، سلاسل التوزيع كيف هي؟ لأنه أنا يهمني تحديدا لأنه برنامج رأس المال برنامج اقتصادي 100%، نبحث على تقديم المعلومة لكل الجزائريين، خاصة مثلا اللي يكونوا مهتمين بهذا المجال. فيما يخص يعني لا كونكورنس او هكذا لا كونكورنس، نعم ما عندناش يعني كونكورنس كبيره، لانه الصناعيين في الجزائر مازال ما كاينش بزاف، يعني كاين بوكو بلوس لي زامبورطاتور او المستوردين. فيما يخص الصناعه يعني مازالنا احنا بالك مؤسسه تاعنا قديمه في المجال، ولكن في مجال الصناعي يعني مازال شركات في الجزائر مازال ما عندهمش الخبره في هذا في لو سيكتور هذا. طيب هناك فقط نقطه، انا اعلم انه مثلا بالنسبه للمكننه الماكينه الخاصه بالشمال مخالفه تماما عن تلك الخاصه بالجنوب، هل تراعون هذه؟ نعم، لانه يعني مستوى يعني لا كاليتي دو سول تاع الشمال مش كيما تاع الجنوب، يعني احنا كنقولوا الجنوب يعني تقدر تكون رملية، وفي الشمال يعني الأرض شوية يعني دور، وخاصة يعني مع تساقط الأمطار وقليل شوية تطلب يعني بعض نوعية من العتاد. يعني احنا هنا الراعي والشهادة ونوفروا للفلاح يعني كل آلة متخصصة في منطقة معينة. يعني احنا الحمد لله رانا نصنعوا تقريبا كل الآلات اللي تواكب ولا على كاع المناطق. نعم. يعني في الحقيقة ما يصيب صعوبات باش يختار الآلة. نعم، شكرا لك سيد محمد عليان المدير التجاري بشركة ماغ، كل توفيق لكم أيضا في هذا المعرض. شكرا شكرا شكرا, شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، برنامج رأس المال يتواصل معكم مباشرة من مدينة بولونيا الإيطالية. نذهب إلى فصل إشهاري ثم نعود، ابقوا معنا. Beh, devo dire che questa domanda trova la sua risposta proprio nella visita recente che c'è stata del nostro Premier Giorgia Meloni, che è venuta, l'abbiamo accompagnata con, mi sembra fossero circa 200 imprenditori, abbiamo fatto proprio un aereo per portare questi imprenditori a fare un business forum dove abbiamo messo insieme domande ed offerta, c'erano dei momenti di networking, anche di business matching che sono importanti, e sembra che fosse dal 2010 più o meno, intorno a quella data, che non c'era una missione così importante verso l'Algeria, proprio perché c'è un momento di interesse nel stabilire i rapporti e soprattutto capire che cosa si può fare da oggi in avanti proprio per sviluppare quello che è il Made in Italy in Algeria e anche i rapporti commerciali naturalmente di interscambio tra i due paesi. Quindi è un paese di riferimento, comincia, abbiamo un ufficio con un direttore e due persone in loco, ed è stato un momento importante dove si è visto che le relazioni tra gli stati insomma sono molto coltivabili. Conference for today for the agrivolution. We wanted to share that we are now a legal entity, that we have enough information. We've been working for 16 years gathering information for different data sources around the world in order to measure which is the current level of mechanization in different parts of the world, different countries of the world. We now have the information for manufacturing, for imports, for exports. We know the dynamics of the markets. We know where to send the machines, where to send the technologies. We are working with international organizations such as the World Bank or FAO in order to promote mechanization as a best tool to improve sustainable agriculture in the world. So we know that agriculture is the future, we know that agriculture is going to grow, is expected to grow, is needed to grow, and mechanization will be the essential support for agriculture. So we know our measuring, which is the current situation of the mechanization levels in different parts of the world. We know there are some parts, some countries that are in the need of having more machinery, and we are the association, we are the body who is measuring and assessing which are the potential needs of every single country in order to
organize potential trade flows of machinery around the world. Do you have some information about the Algerian market? Of what, sorry? The Algerian market. We have information. We have today. We have only prepared information at a continent level, but we have information for every single country. So we will be pleased to prepare the information that you want or that you need. But today we only have the figures, but we haven't have drafted any report for specific countries or regions. So, but the message that we wanted to send is that AgriVolution is expected for you to be the source of this kind of information. So from now on, we will be working on not only what our companies are demanding us, but what you expect from us. So if you have any specific request for AgriVolution regarding the analysis of a specific country, we are here to help you. Okay, thank you so much. Allora, abbiamo adesso il vice direttore della fiera di EMMA, signor Fabio Ricci, sul nostro trasmissione Ras El Mel sulla nostra canale Al-Watania TV. Benvenuti a lei, buonasera. Buonasera a voi e benvenuti ad EMMA a Bologna, alla fiera più internazionale che c'è nel mondo della meccanica agricola, 46esima edizione di questa rassegna sulla meccanica agricola, il giardinaggio, la componentistica, che è organizzata da Federunacoma dal 1969. Dal 2006 questa fiera è diventata biennale ed è la vetrina a livello mondiale della piccola e media meccanizzazione agricola, che è uno dei punti di forza dell'industria italiana di macchine per l'agricoltura. Qui trovate tutte le tecnologie a partire appunto dai trattori, da tutte le attrezzature per da partire dalla lavorazione del terreno fino alla raccolta dei prodotti, includendo anche gli impianti di irrigazione, le macchine per l'allevamento e tutte le nuove tecnologie applicate in agricoltura. Quindi parliamo di digitalizzazione, di robotica, di intelligenza artificiale, di sensoristica, di tecnologie che servono per l'agricoltura di precisione, agricoltura 4.0, insomma il mondo della meccanica agricola è qui a Bologna dal 6 al 10 novembre. Quindi adesso sentiamo proprio di una parola, una frase, è la sicurezza alimentare. Io vorrei parlare della politica, della gestione dei paesi, dei governi per realizzare questo. Adesso anche c'è un rapporto speciale tra l'Italia e l'Algeria, c'è un accordo tra bonifiche ferrarizie e l'Algeria per realizzare un grande investimento al Sahara algerino. La mia prima domanda è: ieri abbiamo visto nuove statistiche del mercato agricolturale mondiale. Cosa significa questi numeri, questa nuova guerra tra i paesi per realizzare la sicurezza alimentare? Abbiamo visto che ci sono alcuni paesi come africani paesi che hanno fatto un grande passo. Sì, allora noi quest'anno sicuramente avremo un calo generalizzato a livello mondiale delle vendite di macchine agricole, ma d'altro canto è anche un calo fisiologico, perché abbiamo registrato negli anni 2022-2023 una forte domanda di macchinari agricoli con incrementi a doppia cifra un po' in tutto il mondo. Questo perché l'agricoltura, il settore primario, si è rilevato come uno dei settori maggiormente resilienti durante e subito dopo la pandemia, dove gli stati, i governi hanno investito maggiormente, anche perché in un certo senso doveva essere salvaguardata la sicurezza alimentare.
quindi ci sono stati grossi investimenti in agricoltura e di conseguenza anche grossi investimenti in beni strumentali, ovvero macchinari agricoli. Quindi purtroppo quest'anno chiuderemo con un calo generalizzato credo del 12% per quanto riguarda le vendite dei trattori. È ovvio che se calano le vendite dei trattori calano anche tutte le vendite di attrezzature agricole che vengono collegate al trattore. Ci sono però delle aree, tra cui ovviamente l'Africa, il continente africano, dove sappiamo che per molti paesi l'agricoltura è uno dei pilastri dell'economia, dove incide anche fino al 40-50% del prodotto interno lordo, dove la manodopera che viene impiegata in agricoltura ha ancora dei tassi molto elevati, quindi ci sono molte famiglie che vivono di agricoltura, quindi agricoltura soprattutto di sussistenza. E sappiamo anche che in molti paesi africani la sicurezza alimentare è ancora una sfida da affrontare, perché le produzioni non sono sufficienti per garantire la sicurezza alimentare nel proprio paese, e molti paesi africani dipendono ancora dalle importazioni di prodotti agricoli. Tra l'altro anche il conflitto russo-ucraino ha determinato, come sappiamo, in alcuni paesi africani un cambiamento nelle politiche strategiche per produrre di più cereali, cosa che perché non venivano più importati, c'era una riduzione delle importazioni dall'Ucraina. Quindi per garantire la sicurezza alimentare una delle soluzioni certamente che può soddisfare questo obiettivo è dato proprio dalle macchine agricole, dalle tecnologie, perché sappiamo che attraverso l'introduzione di macchinari agricoli è possibile aumentare le rese produttive per ettaro, ridurre i costi fissi per l'agricoltore che derivano appunto dall'uso dei prodotti chimici, dei fertilizzanti e delle sementi, ma soprattutto salvaguardare le risorse naturali, quindi il terreno, gestire meglio l'acqua. Il problema dell'acqua, delle risorse idriche, è un problema mondiale. Sappiamo che stiamo affrontando fenomeni dovuti ai cambiamenti climatici, quindi passiamo da periodi di siccitosi a periodi invece dove abbiamo delle alluvioni, e quindi dobbiamo gestire al meglio queste risorse idriche, anche perché sappiamo che il 70% dell'acqua viene utilizzata in agricoltura a livello appunto mondiale. E quindi le tecnologie ci vengono in aiuto per poter dare delle risposte concrete a quelle che sono appunto le sfide del settore primario in tutti i continenti. Un'altra domanda, signor, sono 47 edizioni. 46. Sono 46 edizioni. Qual è la contribuzione della EMA nello sviluppo dell'agricoltura italiana? Beh, l'EMA è, come dicevo prima, una vetrina su tutte quelle che sono le tecnologie applicate appunto in agricoltura per meccanizzare le varie fasi di produzione per le differenti colture. Qui troviamo veramente tutto ciò che rappresenta il mondo tecnologico applicato alla meccanizzazione agricola. E certamente qui l'agricoltore, ma anche non solo l'agricoltore, gli addetti ai lavori, quindi i cosiddetti portatori di interesse, ovvero i concessionari di macchine agricole, i distributori, gli importatori, i costruttori, i ricercatori, gli studenti, i tecnici, gli agronomi e, come dicevo prima, gli agricoltori, possono ammirare quelle che sono le più recenti soluzioni tecnologiche per rispondere ai fabbisogni e alla necessità di un'agricoltura sostenibile, quindi che produca di più, meglio e salvaguardando l'ambiente e anche le comunità rurali. Grazie mille signor Fabio Ricci, il vice direttore della EMA.
quali sono gli aggiornamenti per la prossima edizione, magari nel 2026? La prossima edizione si terrà nel 2026, sempre a novembre, qui a Bologna. Ancora le date non le conosciamo e comunque sia ricordo che nel 2025 noi organizzeremo l'edizione di Agri Levante a Bari, che è una fiera che abbiamo che organizziamo dal 2009 ed è una fiera che si affaccia su tutto il Mediterraneo e quindi una fiera che interessa maggiormente i paesi con produzioni agricole simili a quelle dell'area mediterranea e quindi stiamo parlando di produzione. إذن مشاهدينا الكرام تابعتم معنا مجريات معرض أو الطبعة 46 من معرض إيما ببولونيا الإيطالية. نقلنا لكم بعض الحوارات وكذلك تحدثنا عن أحدث التكنولوجيات. رأيتم أيضا وشاهدتم أيضا الكم الهائل من الماكينات والمعدات الفلاحية. تابعتم معنا أيضا جديد هذا المجال وهذه الشعبة التي من شأنها أن تحقق الأمن الغذائي عبر العالم، والجزائر من بين الدول التي تريد أن تحقق وتبسط سيادتها الغذائية في هذا المجال. إذن مشاهدينا الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من رأس المال على قناة الوطنية تيفي والذي يأتيكم حصريا من مدينة بولونيا الإيطالية. ألقاكم مشاهدينا في مواعيد أخرى، سهرة ممتعة رفقة باقي برامج القناة. ابقوا معنا دائما لمتابعة جديد الاقتصاد الجزائري والعالمي. إلى اللقاء.